ورحب مباشرة من القاهرة بالمدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا السيد عبد الكريم الأنسي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الكريم. هذه التصريحات لم تأتي فجأة، كانت هناك تصريحات سابقة وتحذيرات سابقة من هذه المنظمة لخطر انزلاق اليمن في المجاعة لهؤلاء الأشخاص الذين يتلقوا المساعدات. الآن ما الأثر الذي يمكن أن يترتب على هذا التخفيض؟ كيف يمكن قراءة الوضع الآن؟ مساء الخير أستاذي العزيز ومساء الخير للسيدين الكرام لقناة المملكة. الوضع سيكون أكيد كارثي ويعتبر من أكثر الكوارث الإنسانية شهدها العالم في الفترة الأخيرة هي الوضع الإنساني في اليمن. الوضع الإنساني في اليمن حقيقة يمثل مثلث برمودا تناولته ثلاث جهات هي كانت سبب الوصول لهذه الحالة. نحن نتحدث الآن عن 16 مليون يمني تحت خط الفقر ولا يجدون وجبة الوجبة الأخرى للأكل. هذا المثلث تمثل في الأمم المتحدة ذاتها والذي فقدت الثقة من الداعمين والممولين لبرامجها في اليمن، والذي نزلت من 43 برنامج إلى 13 برنامج، ونزلت النسب بالمستفيدين من هذا البرنامج. هذا واحد. الأمم المتحدة كانت تمثل كلفة تشغيلية في اليمن 50 إلى 60% من المبالغ هذه. هذا المثلث الأول. المثلث الثاني كانت الحكومة، وأنا أقولها على قناتكم بشكل واضح ومباشر، ساهمت بعدم الرقابة الحقيقية لهذه المبالغ التي كانت تجمع لليمن. نتحدث يا سيدي عن 28 مليار دولار الذي تم جمعها خلال الخمس سنوات السابقة من الداعمين. لما قلت لك أنه فقدت الثقة من قبل الداعمين لن يمنحوا مبالغ لتذهب أدراج الرياح ولمشاريع وهمية غير حقيقية. الحكومة قبلت على نفسها أن تتقبل مبالغ من الأمم المتحدة كأنها إحدى المنظمات الإنسانية في اليمن، وأخذت مليار دولار لمعالجة الجرحى ودخل في حساب الخاص. الحكومة كان هناك 2 مليار دولار وضعت وديعة في البنك المركزي اليمني من قبل السعودية والإمارات، وتم تبديدها مكافآت وسفريات وبدل السفر وأشياء وهمية للغاية. هذا المثلث الثاني. المثلث الثالث وهو الحوثيين الذين يفرضون على الأمم المتحدة في مناطق سيطرتهم على أسماء موظفين وأسماء مستفيدين، كانت هذه المبالغ أو المساعدات تجيب للأطفال والأهالي برفض الجبهات بالمقاتلين. إذا نحن أمام ثلاث أسباب رئيسية حقيقية وموثقة، وأنا سأزود قناتكم بمستندات رسمية وواضحة. على سبيل المثال لنذكر ذلك، الأمم المتحدة تنقل موظفينها بمبالغ 80 إلى 100 ألف دولار من الطرف. الأمم المتحدة أحد الموظفين كان لديه موظفين فلبينيين لرعاية أحد الكلاب لديهم، بينما الشعب اليمني يموت في وضع الكورونا. وقلت لك 16 مليون يعني نفهم من ذلك سيد عبد الكريم، نفهم من ذلك بأن كل الأطراف التي ذكرتها لأعضاء هذا المثلث هي مشتركة في الوضع الذي وصلت إليه اليمن الآن وموضوع برنامج المساعدات دون استثناء. جميعهم يتحملون مسؤولية، جميعهم لم يتحملوا مسؤولية طفل جائع أو امرأة. نحن يا سيدي كل 12 دقيقة تموت امرأة، وضع إنساني لا، يعني المشكلة أن الإعلام لم يستطيع تسليط الضوء. كل الأطراف الفاعلة والمسيطرة الآن في الملف اليمني كانت سبب أكبر كارثة إنسانية شهدتها الفترة الأخيرة، أكبر من كارثة الصومال. نحن أسوأ من خط الصومال، ولكن فشلنا. أنا أشكر قناتكم وأشكر الفريق المعد لهذا التقرير والاهتمام الخاص الذي حقيقة نلمسه من الشعب الأردني في القضية الإنسانية اليمنية. لم نستطع إبراز كم يعني المعاناة الحقيقية للشعب اليمني من جميع الأطراف، سواء الحوثي أو سواء الأمم المتحدة أو سواء الشرعية المتخاذلة ذاتها. طيب، إذا أردنا الحديث عن الحلول سيد عبد الكريم، ويتم الحديث من قبل برنامج الأغذية بأنهم بحاجة إلى 813 مليون لاستمرار على الأقل المساعدات إلى شهر أيار المقبل، وإلى أكثر من 1.97 مليار في خلال عام 2022 لتقديم هذه المساعدات على الأقل أيضا نتحدث. وتحدثت أنت بأرقام صادمة عن أكثر من 28 مليار خلال خمس سنوات سابقة تم جمعها من المانحين، وأيضا المليارات من قبل الدول الخليجية. الآن
ما الحلول لمسألة الاستدامة على الأقل أو توفير الدعم ووصوله إلى الأيدي الصحيحة في اليمن؟ هل هناك ممر آخر غير الأطراف الثلاثة التي ذكرتها التي من الممكن أن تكون منفذة لهذا البرنامج، برنامج المساعدات؟ كحلول عملية وأكاديمية مستحيل أن تتم إذا لم يتم الحلول عبر هذه الثلاث الذي سميتها لك مثلث برمودا. أولا رئيس الحكومة حينما طلع واستبشرنا به كثيرا ويمكن أن نهاجمه مؤخرا لأنه فعلا طفح الكيل، الشعب يموت ولا هناك أدنى مسؤولية. يجب تغيير رئيس الوزراء وعبر رئيس الوزراء وضع لجنة رقابة من التحالف ومن الجهات الحكومية كوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التأمينات ووزارة العمل والخدمة المدنية. هذه الوزارات تشكل مع المنظمات اليمنية الفاعلة الحقيقية وليست الوهمية، سواء من الشرعية أو الوهمية التي مستحدثة من قبل الحوثيين، ورقابة على البرامج الأممية والمتابعة الحقيقية. المبالغ الوهمية الخيالية التي تصرف 28 مليار كفيلة أن تجعل الشعب اليمني يعني في حالة استقرار ورخاء وليست إشباع الحاجات الأساسية. نحن الآن كنا 30 مليون مع الحرب يمكن صرنا 25، إذا وزعت وقسمتها بالعقل البسيط ستساعد الشعب اليمني للخروج من هذا المزق. أولا تغيير الحكومة اليمنية، وقال أنه حكومة اقتصاد وليست حكومة سياسية، ولكن للأسف الشديد خذلنا. هذا شيء الأمم المتحدة عليها أن تتحمل قيمها الإنسانية التي تتشدق بها أمام البشر الذين يموتون، الأطفال والنساء، وهذه جريمة لا تسقط وتكون بصمة عار في جبين الأمم المتحدة. على الحوثيين تغليب مصلحة اليمنيين، على الشرعية تغليب مصلحة اليمنيين، على الجميع أن يعلموا أن اليمنيين أولاً، اليمن أولاً بشكل إنساني، وأن هذه الأرواح ربنا لن يغفر لهم ما يقومون به من استهتار تجاه هذه الجريمة الإنسانية البحرية. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل، شكرا لك على هذه المشاركة من القاهرة، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا السيد عبد الكريم الأنسي، شكرا لك.